مساء الخير متابعينا، ان شاء الله تكونون كلكم بخير. مثل ما انتم عارفين كانت في ايام العيد كانت في مسابقة، او قبل العيد كانت في مسابقة، وفي العيد اعلنا عنها، وكانت في كان في عدة فائزين، وكانت في عدة متاجر مشتركة بتقديم الهدايا، ومن ضمنهم متجري. اوكي، فالفازة اللي فازت بهدية من متجري هي عبارة هديتها عن كوب مع تيشيرت اسود، واليوم خلصت هديتها وصارت جاهزة، وبكرة راح نرسلها لها ان شاء الله. راح اوريكم الان الكوب والتيشيرت. هذا الكوب، هذا تيشيرت أسود في طباعة فيه من الخلف ومن الأمام. وعملنا لها هذا الكيس كهدية يعني إضافية، عليه اسم المتجر وعليه اسمها. وألف مبروك عليها، وتتهنى فيهم وإن شاء الله يعجبونها. طبعاً راح أنزل لكم صورة التيشيرت وصورة الكوب عشان تشوفونهم بشكل أوضح. وعقبال اللي ما فاز يفوز في المسابقات الجاية إن شاء الله. وألف مبروك للجميع.